عرض على قاعة مؤسسة هيرتج الأمريكية في واشنطن الفيلم الوثائقي Our Last Stand موقفنا النهائي في محاولة لنقل معاناة أبناء الديانة المسيحية الذين هجرهم تنظيم داعش من مناطق سكناهم في العراق وسوريا أو هربوا منها طلبا للأمن من بطش عناصر التنظيم. ومن أجل إيصال رسالة الفيلم للمجتمع الأمريكي قرر مخرج الفيلم اختيار هيلما أدي وهي مسيحية من أصل سوري تعيش في نيويورك وتعمل كمعلمة في إحدى مدارسها. نروي قصصهم للمجتمع الأمريكي والعالم لنحيطهم علما بما يحدث في الشرق الأوسط وما يحدث للمسيحيين هناك، والفيلم كان الوسيلة لعمل ذلك. أول شيء توعية، بعدين أنه لا كل إنسان بيقدر يساعد، لأنه هي كمان أزمة إنسانية، يعني مش بس للمجتمع الأمريكي المسيحي، لا للمجتمع الأمريكي عامة. دمار أصاب مدن عديدة في العراق وسوريا بعد سيطرة داعش عليها وخيبة للأمل وحيرة تنتاب النازحين بشأن مصيرهم المجهول، إضافة إلى الألم الذي يعتصر قلوبهم جراء ما حدث لهم، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى المطالبة بالرحيل إلى دول أخرى، فيما تمسك البعض الآخر بالبقاء للمحافظة على وجود المسيحية والمسيحيين في هذين البلدين. الرسالة هي أن المسيحيين بحاجة للبقاء في سوريا والعراق والشرق الأوسط، لأن هناك سبب لماذا لا تريد المجموعات المتطرفة مثل داعش للمسيحيين البقاء في هذه المناطق، لذا يجب إفشال هذا المخطط بالمحافظة على هذا المكون وتأمين عودتهم إلى مناطقهم مجددا. كلهم وحوش، ما خلوا شيء بالبلد. نحتاج نحن كرامة، محتاجين واحد يقف لنا، الكل المسيحيين مو بس اللي أنا، ما بس اللي أغيت لا ولا الأولادي، أكو بعض والشباب بالخطر. قلنا ما نطلع، إحنا هذا بلدنا باقيين، بلدنا كنائسنا، إحنا منعوف كنيستنا، منعوف أديرتنا، منعوف مكان إحنا الولدنا بيه وعشنا بيه، إحنا ما نعوفه. They are going to destroy our bodies but not our souls. But remember, in the end, my people, they will never forget people who stand with us. Ali Shakur, Al Hurra, Washington.